زوران، البعض يقول إنك محظوظ بوجود هذه الأسماء المرعبة، والبعض يقول كان الله في عونك. أي واحدة أنت تتفق معها أكثر؟ بطبيعة الحال شيء رائع أن يكون لدينا هؤلاء اللاعبين النجوم، لكن الأمر ليس سهل. كما تعرف في آسيا على سبيل المثال فهناك فقط 4 لاعبون أجانب يمكن أن نتعاقد معهم، فالوضع صعب. إذن ثم هناك أيضا الكثير من اللاعبين المحليين الجيدين جدا، هم ليسوا من بين تشكيل 11 لاعب، ولكنني سعيد طبعا أن يكون معي كل هؤلاء اللاعبين، ومتأكد أن يمكن أن تصرف الأمر. جوفينكو، غوميز، هتان، سوري، متى يلعبون؟ هناك قصة أود سردها. فرئيسنا الأمير محمد بن فيصل اتصل بي وقال لي أنا موجود مع جومينكو، يريد أن يتحدث إليه. قلت له قبل أن أتحدث أسأله إذا كان يمكن أو هو مستعد للعب. كانت هذه مزحة، ولكنني سعيد أن يكون معي جومينكو في النادي. هذا لاعب رائع متميز، ولدينا 4 منافسات والكثير من المباريات، ولدينا بعض المشكلات بسبب الإصابات أيضا، ولكنها مشكلة حلوة. من يجلس مكاني ويسمع زوران عندما يتحدث عن الهلال تشعر وكأنه يتحدث كمعجب. No, you know what I like. تعرف ما أحبه؟ أنا لأني محظوظ أن أكون أخ لي نجم كرة قدم كرواتي، وعملت معه طيلة 11 أو 12 سنة، وكانت هذه تجربة رائعة. وقبل أن أبدأ الحديث أو تواصل مع الهلال شاهدت الكثير من مباريات الهلال والنصر والاتحاد أيضا، لأن وعندما رأيت الرئيس عندما يسجل الهلال أو يخسر الفرصة وردة فعله واحتفاله وغضبه وغير ذلك، وأنا أحب هذا الشخص لهذه هي العواطف، هذه المشاعر مطلوبة. إذا فقدت المشاعر فإنك تخسر الكثير، أنت بحاجة لهذه المشاعر وهذه الانفعالات. هذا ما أحبه، وأفضل أن يكون لدي ذلك، إن بدون الانفعالات لا يمكن أن تحقق النجاح. ماذا تختلف عن جيسوس؟ أسلوبك بماذا يختلف؟ أعرف جيسوس من وسائل الإعلام ومن خلال مشاهدة مباريات نادي بنفيكا. هو حقق نجائز عظيمة، لا يمكن التحدث عن عمله، ولكنه مدرب رائع. سؤال بمنظور آخر، زوران لديه فكر. أحيانا في مدربين لديه فكر يوظف فكره على المجموعة، لكن أحيانا هذه المجموعة قد لا يعني لا يتفق أسلوبها مع هذا الفكر، مثل ما صار مع زكيروني مع المنتخب الإماراتي. أنت توظف فكر أم توظف فكرك ضمن الأسماء الموجودة؟ يعني ممكن تتكيف مع الأسماء الموجودة وتغير طرقك. مرة أخرى لا يمكن أتغنى، أنا أتحدث عنك. نعم هذا أو ربما أنا أؤمن أو أعتقد أن اللاعبين يقتنعون بما أقوله لهم. أما بالنسبة للماضي والتاريخ أو نتائجنا تبين أننا أنجزنا عمل جيد حتى الآن، وأمل أن نستمر في ذلك. زوران، أنت كنت مدرب النصر، لعبت أمام الهلال، وتعرف كيف كنت ترى الهلال وعندما كنت مدرب للنصر؟ الهلال نادي رائع حقيقة. وعندما كنت مدربا للنصر تابعت تاريخ النادي، شاهدت 5 أو 6 مباريات من للنصر. غالبا ما كان هناك خشية لدى النصر تجاه الهلال، لأنه كان دائما النادي الذي
أحرز كل الألقاب وبالتالي كان النصر يخشاه، ولكن نحن سجلنا أهداف ضد الهلال ولعبنا مباريات جديدة. موضوع العين والهلال الآن، النصر والهلال ما الفرق؟ I have a great memories with Al Nassr. أنا لدي ذكريات رائعة. نتحدث عن الذكريات هنا، وإنما تحدث عن الفريقين. It's not question for me about هذا ليس سؤال. أنا لا أتحدث عن التاريخ، أتحدث عن الحاضر. والآن بالنسبة للهلال والنصر هناك فرق بين الناديين. هذا ليس سؤال. إذن ما هو سؤالك؟ You spoke about العين and الهلال. You say I will translate. I will speak in English. عزيز يسمعك. تحدثت عن قلت أنا أريد أن أكون واضح، وتحدثت أنه الهلال بعيد جدا عن العين، منشآت، رئيس نادي، لاعبين. الآن كنت مدرب للنصر، قارني النصر في الهلال. It's so far away. هناك فرق شاسع، والهلال في القمة. الأمر لا يتعلق بالنسبة لي بالمال. فقبل كأس العالم منحني العين لعقدين إضافيين، وحصلت على نفس الشروط التي حصلت عليها الآن. هذا ما عرض علي في العين، وقلت حسنا لا أريد أن أتفاوض معكم بشأن الحصول على المزيد من المال. قلت أن العين يجب أن يحقق شيء. أن هناك 7 وربما 10 لاعبين أرسلوا عقودا في الصيف، ويجب أن نبني فريق قوي، لأننا لا نريد أن نلعب مع العين في المركز الرابع والخامس، وهذا هو السبب الرئيسي. وبالنسبة للهلال لم يكن مسألة مال. حصلت على جيد، شكرا للنادي، ولكن السبب الأساسي هو الفريق والجودة الموجودة، وكذلك هذا الشغف الموجود في النادي في جميع المراحل. هناك فريق رائع، هناك طاقم فني رائع، خاصة في ترتيبات السفر، فهي من أعلى المستويات حقيقة.